بين المتصدرين المشهد الكروي الان على مستوى طبعا الاندية المتنافسة على لقب البطولة. نبدأ بتشكيل فريق اف سي. الوادي بكرة عرضية، كرة خطيرة الى ركنية اولى، 22 نقطة. بسام 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 يسدد كرة والى ركنية، الى ركنية لعناصر فريق اف سي. الوادي بو هي الثانية على مستوى البلاي اوف ب 14 نقطة. كرة عرضية طولية خطيرة خطيرة خطيرة، ما تزال وعلي الصنبا يتمكن من الكرة، والبرتغالي يبحث على او عن من يرفع له الراس. حميطاج يا سلام على محسن سالم بودة، محسن يسدد كرة قوية ولكن علي الصنبا يتألق. بوكم علي بوكم علي سلية تراولي ممتاز، يا سلام خطيرة خطيرة سلام خطيرة والوصول خطيرة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، باباي 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 باباي، انا موجود، اذا انا موجود واسجل. يمنح الاسبقية من كرة خاطفة، من كرة غدارة، يمنح الاسبقية لفريق الاكسر في مرمى فريق اف سي. وديبو سالي تراوري وباباي هداف البلاي اوف، يضع الفريق في المقدمة، يضع الاكسر في المقدمة. الى بسام ولاي خليل، بسام 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 في كرة عرضية، عرضية خطيرة خطيرة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، جو اهداف لكي يشتعل فتيلها. الان جاء الان جاء على قدم بسام، عرضيه بامتياز، يا سلام ومتابعه اميس، الدفاع كان خارج نطاق الخدمه. الى محمد كابي، كره ممتازه، تيموتي خطير خطير خطير، تسديده بسام، الكرة من مصطفى جاو، عرضية كرة خطيرة خطيرة، حمى يا طنجي وسدد كرة ولكن لحسن حظهم لحسن حظي الجميع، لربما ماتورو جابيل ينهي شوط المباراة الأول. عدنا إليكم في شوط المباراة الثانية أحبتي الكرام مشاهدي القناة الرياضية. المباراة التي تجمع بين فريق اف سي وديبو وفريق الاكسر هنا على ملعب الشيخ عبيدية برسم الجولة. مازال بسام بامتياز، يا سلام كرة خطيرة خطيرة خطيرة، عرضية خطيرة وراسية حمية طنجي لم تأتي بالجديد. البحث عن هدف جديد، عن تقدم جديد. بسام بيبو يستهدف كرة خطيرة، السلام ولكن صنب علي يتألق في التصدي وفي الذود عن مرمى. كرة من الثوابت طبعا جاءوا او من المتحركة جاءوا من الهدف خطيرة خطيرة، والثاني الهدف الثاني لعناصر فريق اف سي وديبو من كرة ثابتة ومن عرضية. الان يكسبون الاسبقية براسية عبد مبارك العيد. هنا الكرة، هنا الضرب الراس، كرة ارتطمت بأرض الميدان قبل أن تدخل شباك علي صنبا، وكانت صعبة 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 على الحارس علي صنبا. خلاص ماتورو ينهي المباراة بصافرة النهاية من ملعب الشيخ عبيدية، وانتصار فريق اف سي وديبو على فريق الاكسر بهدفين مقابل واحد.